بالحقيقة نيو ميديا ربطت مجتمع جديد من الاتصالات عبر يعني سهولة نقل المعلومة بين المشاهد وبين المخرج. صار بإمكان الإنسان الآن ينقل معلوماته عبر الإنترنت ويوسع نطاق المشاهدين في العالم، مش إقليميا ولكن عالميا. بدأت الناس كمان أيضا تنظر إلى مجتمعات كبيرة ومتسعة. الحقيقة نيو ميديا ونقلك عبر الموبايل أو عبر الإنترنت لهذه المعلومات تعطي انطباع أكثر ومصداقية أعلى للمشاهدين، كونها الآن خرجنا عن نطاق أن تكون الميديا فقط هي إخراج وإنتاج فني من وراء الكواليس أو بمساعدة مخرجين، والآن هو ينقل صورة حقيقية لمشاهدة الأخبار. ممكن نذكر بعض الأمثلة الحقيقية الواقعية اللي صورها الموبايل وكانت لها نتائج مصداقية عالية. ممكن أحداث تسونامي كانت بعضها ظواهر طبيعية، ممكن أحداث سياسية من خلال المعارك اللي بنشوفها أو كذا وكذا كانت لها انطباع جيد وتأثير قيم على الناس. أيضا أنه ممكن إمكانية الإنسان يرجع إليها في أي وقت ويطلع على هذه المعلومات، كمان هذه كان لها فائدة كبيرة جدا، بحيث يمكن يطلع عليها، ممكن ينقدها، ممكن يعطي أي رأي ويعبر عنه بصراحة. هذه النيو ميديا هي فعلا هي الجيل القادم، وهي يعني باعتقادنا انه الناس راح تتوجه لها بشكل مباشر اكثر، وراح تبتعد عن كونها انها تكون هي فقط من جهه واحده للتلقي. لا، حيصير عندك فقط طريقتين للتعامل، هي تفاعليه ايضا، انا بشوف الخبر وانا بنقده، فعندي جهتين ايضا في التواصل، ما بقيت الحاله على تلقي من جهه واحده.